ماذا تم اختيارك لهذا التكريم؟ ده أول حاجة ببارك شكرا على التهنئة، وببارك لكل شباب مصر إن ده اتجاه الدولة الجديد، ده اللي سيادة الرئيس وعدنا بيه، إن بإذن الله اللي جاي للشباب أحسن. ودي أهي يعني بدأت البشاير تبان لكل الشباب في جميع القطاعات، الخاص وقطاع الحكومة، إن بدأنا أهو نتحط على الخريطة، وإن الرئيس بدأ يوجه بإعداد منظومة لتدريب 2000 شاب لتدريبهم على العمل في المرحلة اللي جاية. ولكن لماذا تم تكريمك أنت بالتحديد؟ أنا من العاملين في النقابة، أنا بعمل في مطار، في جمارك مطار القاهرة، من العاملين بالنقابة العامة لجمارك مطار القاهرة والضرائب والمالية، ويعني ده كان فكري. الحمد لله احنا سعدنا ان احنا كنا مؤسسين في النقابة سنة 2009، ومرينا بظروف صعبة فترة الثورة، والحمد لله قدرنا نوقف برضه النقابة على رجليها دلوقتي تاني. فالحمد لله يعني كان القيادات وقفت جنبينا ورأت ان هي تكرمنا على الفترة دي اللي احنا نعدي بيها بإذن الله لبر الأمان. طب أستاذ محمد، باعتبارك أحد شباب العمال، أهم مطالبكم كشباب العمال من الدولة؟ أهم مطالبنا من الدولة إن يعني الحمد لله بدأت تتحقق بالنظرة للشباب النهاردة، ويعني عايزين من المزيد، يعني مثلا العامل الشاب يحس بالمجهود اللي بيبذله من الدولة، يعني لو عايزين مزيد من التقدم اللي بيحصل لنا ده، يعني النهارده ده يعني حاجة. أنا النهارده حسيت إن تكريم أبوي من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا بشكره جدا جدا، وبشكر القيادة السياسية على التكريم جدا بتاع النهارده ده.